اليوم مقر السرية الموجود طبعا هو تم تقصير فيها أمر الفوج وأمر السرية وأمر اللواء وحتى الاستخبارات الميدانية تم توجيه التقصير واللوم عليها، لأنه نعم كانت هناك معلومات استخبارية لكن لم تكن هناك معالجات حقيقية. يعني ضابط الاستخبارات خصوصا الاستخبارات الميدانية هو لا يقتصر الدورة فقط على تبليغ أو تحذير أو برقية أو رسالة، إنما يتابع ما تم تبليغه. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات يخبر الجهات المعنية بأنه إحنا عندما بلغنا لم يتم اتخاذ إجراءات لازمة وسريعة للحؤول دون حدوث مثل هكذا عملية إجرامية إرهابية. لذلك لو تلاحظين ربط إديالة منطقة، أولا إديالة هي أقرب محافظة إلى بغداد، ثانيا إديالة يعني تحدها سلسلة جبال حمرين وحاول عظيم ومناطق طيبجة والجلام ومن ثم مناطق الزرقاء، وترتبط وترتد بمنطقة صلاح الدين، ومناطق بصلاح الدين هي بالأصل مناطق ساخنة وترتبط بمنطقة ساخنة. فهذه المنطقة طبعا هناك خطأ بالتعبية ابتداء، والخطأ الآخر في إعادة الانفتاح. لذلك اليوم قيادة العمليات المشتركة شخصت الأخطاء ويعني هناك يعني تبديل لإعادة الانفتاح، وهناك نوايا لتغيير بعض القيادات. طبعا هناك يعني التنويه عن تبديل قائد أمني لديالة، لا بعد لن يصدر أمر ولا يوجد أي تغيير بالوقت الحاضر. يعني سيد الغنام مو حل محل قائد عمليات لحد الآن، أي تغيير ما صدر يعني رسميا، ماكو أي تغيير رسميا صدر. هسه مو هذا يعني هو، هل الخلل بالقادة أم الخلل بالتعبئة أم بالسياقات؟ لا، أولا الخلل متداخل. أولا نحن نقول دائما القطعات عمياء تبصر بالاستخبارات، الاستخبارات هي العين الحادة والثاقبة والقادحة والواضحة لتبيان جميع الخلل الذي يكمن فيه. حكيناها مرارا وتكرارا، لا ينفع الاستخبارات، ما عندنا الجهد الاستخباري ضعيف جدا، التسليح وين؟ الناس لا يسمعون.